أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ضرورة مبادرة الأهالي لتسجيل أبنائهم من الفئة العمرية من 12 عاماً وحتى 17 عاماً لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا. كما شدد الفريق الطبي على أهمية الحصول على الجرعة المنشطة للتطعيم للبالغين من العمر 50 عاماً فما فوق وممن يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة بسمة الصفار رئيس قسم التمنيع بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة بسمة. ولماذا تم اختيار الفئة العمرية من 12 عاما وحتى 17 عاما لتلقي جرعة التطعيم؟ وهل سيتم فتح المجال للفئات العمرية الأصغر من 12 عاما في المستقبل؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. طبعا تم مؤخرا تصريح استخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية من 12 إلى 16 عاما بالتحديد، وذلك بعد صدور نتائج التجربة السريرية على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية، حيث أثبت اللقاح الفاعلية والمأمونية في الحماية من الإصابة بالمرض بنسبة قد تصل إلى 100%، وحيث أن هذه الفئة معرضة للإصابة حتى وإن كانت الإصابة بسيطة، ولكنهم قد يكونون مصدرا لنشر العدوى للفئات الأخرى من كبار السن وغيرهم من ذوي الاختصاص. وفيما يتعلق بالفئات الأصغر سنا، فإنه جاري عمل التجارب السريرية للتأكد من فاعلية اللقاح ومأمونيته للفئات الأصغر عمرا، حيث أن اللقاح طبعا مصرح فيه ل 18 عاما فما فوق مسبقا يعني. أما فيما يتعلق بالجرعات التنشيطية لمن تلقى لقاح سينوفارم، فإن التوصية من الفريق الوطني للتصدي لجائحة كوفيد بإعطاء هذه الجرعة المنشطة لثلاث فئات، وهم البالغين من العمر 50 عاما فما فوق والمصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاختصاص، وكذلك للصفوف الأمامية والمصابين بالسمنة المفرطة والتي تصل كتلة الجسم لديهم إلى 40%، على أن يكون قد مر أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك لرفع معدل المناعة ضد الإصابة بالفيروس، على أن تكون الجرعة المنشطة من لقاح سينوفارم أو لقاح فايزر حسب الاختيار للشخص ذاته. لذا نوصي هذه الفئات بالمبادرة بأخذ الجرعات المنشطة لتنشيط المناعة ولرفع معدل المناعة ضد فيروس كوفيد-19، كما ندعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لخفض معدلات الإصابة، ودمتم بخير جميعا. نعم الدكتورة بسمة الصفار رئيس قسم التمنيع بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.